أزمة اقتصادية ومالية طحنت بين رحاها الطبقة الوسطى والفقيرة مع فشل حكومة الكاظم بتأمين رواتب القطاع العام وعجزها عن علاج تداعيات انتشار فيروس كورونا الاقتصادية، والتي زادت الأمر تعقيدا مع تراجع أسعار النفط العامل الأساس في موازنة الدولة. خزينة حكومية فارغة هي كل ما في جعبة رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي الذي ورث تركة ثقيلة من سلفه عادل عبد المهدي. لم يستطع حتى عندما قرر البدء بالتحقيق في ملفات الفساد الحكومية أن يحرك ساكنا، حتى أن هناك مدانين بالفساد خرجوا وفق تدخلات حزبية بحسب مصادر نيابية، والتي ذهبت لأبعد من ذلك عبر الحديث عن صفقات سياسية جرت بين الحكومة والأحزاب على المناصب الحكومية أقفلت بموجبها التحقيقات بشأن ملفات الفساد الحكومي. قرضان حكوميان لتأمين رواتب الموظفين، كل ما هو في جعبة الحكومة من حلول أو قل ترقيعات ليرتفع الدين العام الداخلي وفق الجهاز المركزي للإحصاء إلى نحو 44 تريليون دينار عراقي مقابل 39 تريليون دينار في العام 2019. توازيا مع ذلك، أدت مزادات بيع العملة الأجنبية إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في العراق إلى 57.5 مليار دولار مقابل 65.75 مليار دولار في العام 2019. عوامل كثيرة أدت إلى هذه النتيجة، أولها كما يؤكد الخبراء الاقتصاديون هو تحكم إيران بالدولة العراقية عبر ميليشياتها الطائفية التي تمسك بالمنافذ الحدودية وتذهب إيراداتها لها، فضلا عن السلع الإيرانية التي تتدفق إلى السوق العراقية مع وجود مثيلاتها دون أي رقابة حكومية، ما أدى إلى دمار القطاع الصناعي والتجاري والزراعي المحلي. كما أن عمليات بيع العملة الأجنبية غير المنظمة هي باب آخر لهذه الأزمة الاقتصادية والمالية اتخذها الموالون لإيران للهروب بطهران إلى الأمام من العقوبات الأمريكية الاقتصادية، فضلا عن فشل ورقة الإصلاح الحكومية التي جوبهت بانتقادات كبيرة وبقيت حبرا على ورق. أمام العجز المالي الحالي في العراق، شكل خروج التظاهرات في كردستان العراق توازيا مع التظاهرات في بغداد وبقية مدن الجنوب تأكيدا على الغضب الشعبي ضد النظام السياسي الحالي، وهو الذي تقول مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه أي النظام يتجه إلى الانهيار في ظل العجز المالي، والذي سيكون أول حجر الدومينو يسقط ويهدد النظام السياسي برمته.